صباح الخير، السلام عليكم. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ صحه لاباس؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانت ما كتشوف هاد لا فيديو هادي صباح الخير بتوقيتي انا، علاش؟ حيت البارح لا فيديو اللي شفتو شنو نقول لكم، راه 4 الصباح 5 الصباح تقريبا عاد نعست. سيليا حتى هي مغش نعس ليا بالليل، صافي من بعد صافي خليتها بقات كتشتف عليا، كتشتف عليا انا وبابا حتى الناس، وهزيتها حطيتها في بلاصه عاد رجعت نعست. دابا تقريبا شحال في الساعه كنهضر معكم، انا راه مشي الحال دابا تقريبا راه 6 د العشيه، كنموت بالجوع. عادي صايم، غادي نصايبوا ليه فطور فطر. وقول ابني كنت باغا نصوم مع شوال ساعه، انا فقت الصباح فيا الجوع، كليت ما كليتش صراحه شي حاجه، كليت غير حلوه وحده، ولكن صافي يعني مشى الصيام. هو بغى يصوم شوال وكنت باغا نصوم معاه ساعه، قول ابني ما قالش لي راه صايم، بطت كليت هذيك الحليوه صدقت خسرت النهار كله. ودابا انا فيا الجوع، ما طيبت حتى شي حاجه فطر صراحه من ديك الحليوه من البارح، بعد ديك المرقه اللي شفتو داك اللحم بالبرقوق هو اللي كليت. ومن بعد فاش كليت ديك الحليوه في الصباح صافي ما بقيتش كليت شي حاجه اخرى. وتحيت طاكوس، جينا هنايا المكسيكو، كنعيط عليهم النمره ديال التليفون بدله، كنت باغا زعما يوصلوا ليا الليفرو، يوصل ليا الكوموند ولا يجي على الاقل لقاها موجوده، مي ما لقيتش النمره ديال التليفون، واقيلا مبدله اولا طافيه. جيت دابا عادي دخل دوز لا كوموند، ايوا كنتسناو، هو جاي كنتسنى نشوف شنو فيه. خدام الفيكس، الفيكس هنا واحد الفيكس ديالو ما عطاهاش ليك. وي ماما عندنا الفيكس، هي هذيك صورتها ديال الطوموبيل. ايوا المهم هذا ما كانش السي علي، لا هو سي عادي صافا صافا الحمد لله. كي بقيتي شويه؟ مابقيتش ملي ومالك راه باقي الدواء في الدار زعما شنو؟ ها؟ باقي الدواء في الدار. واخا انت عارفه راه كتاكل الدواء ديك اليومين الاولى، غير خاصك تكملو صافي باش تضمن النتيجه. باش تضمن النتيجه صبغت الشعر. ايوا المهم هذا ما كان الفلوق ديال اليوم، ما عرفتش شنو غنصور معكم داك الشيء اللي غادي يوقع في هذه العشيه، داك الشيء اللي غيكون، حيتاش الصراحه ما فقناش بكري مورا ما نعس، ما نعسنا حتى الصباح، وبقينا ناعسين حتى الوحده ونص وقيلا عاد فقنا. مادموزيل سيليا فقت اوتوماتيكمون مورانا، تقول زعما سبحان الله العظيم. درت لكم مونتاج، حطيت لكم الفيديو صافي، وراه خليت الدار مرونه. ولكن صراحة جماعة ديك الروينة ديال العراض بالليل ما خليتهاش، نخليكم على فيديو. ايوا وين المشاهدين؟ شوفوا سيلي اش كدير، كتاكل وكتمسح راسها. مسحي يلاه مسحي، مازال ما حسيتش براسها توسخات. مسحي بحال اللي درتي قبيله، كتعرف الكاميرا خدام، ديريها مسحي. كتاكل وكتمسح راسها هاك. صافي هادشي اللي كاين، الطاكوس ديالنا سالينا والفريت هي يلاه بدات هي في الفريت. السي عادي الحكمة عليا حكمة خايبة، حيت دابا هو صايم كاس كيتوح. عادي شاش توحم جاك، قال لك اسيدي شنو بغيتي؟ الكيكة ديالاش؟ الشهيدة؟ كيكة الشهيدة، داك المول اللي كنت شاركت معكم في الفيديوهات اللي قبل اللي خديت من بيم، قال لك ما جربتيش لنا في العيد، كذبتي عليا. ما جربتيش في العيد، دابا ثاني عيد خاصك تصاوبي لينا فيه كيكة. ايوا المهم يا لالا يا لالا يا لالا، غنمشي نصاوب لك كيكة على ودي وسعدي، ما عندي ما ندير. وهذا مكان، ونقولوا لي كيف جاكم وجهي، داكشي زوين. Je pense que nous l'avons plus fait pour votre... Bonjour. Voici monsieur Wadi, le voisin de monsieur Kangar.
كيصفي الوجه. دابا نشارككم معكم ان شاء الله، نشارككم معكم في فيديو جاي، فيديو جاي ان شاء الله نشارككم معكم. زوين واحد جينا للجردة باش تلعب سيدي، قرب الفطور قلت لكم مصايبتي ما كيكافو داك الموز الصيد. ماشي دابا حيت طاحت ديك الشتا الصباح قال لك ما نخليش بنتي تلعب في الزليقات وداك الشيء غيكون واحد الشتا غيكون داك الشيء موسخ. شنو صايبو لك داك الشيء اختي؟ اسمعني يستاهل، الله يخليك ليا. هاي الله يديم كتاش فوق راسنا انا وبنتك. هاكاك ما تقولش ما عنديش مع كولورادو. لا لا هو لا هي تنصح ديما كندير معاك. ورا الا دعيتي معايا راه لصالح تكون معنا بخير. انت كنقول الله يسهل عليك باش لا سهل علي الله كان خدامه. يلا خليكم معكم الفلوق البارح. الصراحه فاش جينا للدار مرضات ليا سيليا بزاف، ودابا الصباح رتسد عليها الحال بزاف، وغنديها للطبيبه دابا، غنديها للبيدياتر ديالها يلاه عيط لها. الصراحه ما عرفتش شنو غندير، دخت تلفت كنتسنى دابا غير عادل، قلت لها شويه مع الفيديو حتى يوصل باش نمشيو. مشاهدين جينا للدار، الصراحه واحد الخلعه ما نقولش لكم دازت عليا واحد الخلعه. لا انا لا عادل الصراحه، شوفوا مسكين فين تكي دابا راه فين مليح. واحد الخلعه ما نقولش لكم دابا، راه الحمد لله سيليا نعسات شويه الحمد لله، وخرجت ليها الطبيبه ضروري دير واحد الراديو ديال النيف، عندها دوك الجليدات ديال النيف ضروري خصها دير لهم لوبيراسيون مورا الراديو ان شاء الله غدير لوبيراسيون وصافي. هذا ما كانت منه، ان شاء الله يدوز كل شيء بخير وعلى خير. بالنسبه لهذيك الخنقه اللي تخنقات الصباح وعلاش غيبات، بغات ترد ساعه ديك الرده طلعت لي على النيف وتخنقات، هذا هو المشكل. والخلعه الخلعه الصراحه الخلعه بزاف اكثر من القياس. عادي مسكين تا هو تخلع، شوف فين متكي عادي جات لها تما حتى الخدمه ديالو اليوم راه الناس كيعيطوا ليه، هو مشغول دماغه بزاف ديال الامور، ولكن ما عندنا ما نديرو. الحمد لله الحمد لله على كل حال، ما عندنا ما نديرو الصراحه، لان شي حاجه مكتبه مكتبه.
هذا الشيء اللي كاين. غتشرب ان شاء الله الدواء وغتولي ان شاء الله بخير. وبالنسبه للوني ديالها راه ضروري من لوبيراسيون، لو غنصبروا ونديروها لها. هذا الشيء اللي كتب الله. المهم لا فيديو ديال اليوم ما عرفتش الصراحه، ما عرفتش، غنخليها بحال هكا ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله يا ربي.